فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، خذ جزء من حصتنا اليوم باش نحكيو على الفروسية. اتصلت بنا السيدة يسرى ستار للحديث على مرض ما تعرضت لها بنتها في من قبل جامعة الفروسية. مدام يسرى اهلا بك. مرحبا بك. مدام يسرى، قبل ما نعطيك الكلمة تحكي لنا على اللي صاير. اكيد الكلام باش تقوله بالطبيعة تتحمل مسؤوليته انت مدام، وبالطبيعة اي حد تجبد اسمه من الجامعة والا من الجامعة ومن اي شخص اخر عنده حق رد. ومرحبا بيه، تفضل مدام. مرحبا، احنا طالبين الرد خويا. انا نقدم لكم روحي، انا يسرى رئيس جمعيه نادي منطقه الفروسيه بنزرت. احنا نادي تكون في بنزرت منذ 2015، واللي احنا نكونوا فيه صغيرات ندربوا فيهم على ركوب الخيل، نشاركوهم في المسابقات القومية، وحتى يتحقوا إن شاء الله، وهذا هو طموحاتنا، نحق نوصلوهم باش يشاركوا في البطولات العالمية، وإحنا هذا هو سنالو اللي هو وصلت له بنتي باش تشارك في بطولة العالم اللي هي 2021 في هولندا في شهر سبتمبر. بنتك اللي تحكي عليها اللي هي منتهى شقرون، هكا اللي هي منتهى شقرون باسمها هي النادي. هي النادي نعم. وعلى خطرها هي وتعمل النادي، يعني بحبها، معناتها بحبها للخيل وحبها للفروسية ملي صغيرة. حقت منتهى كل الشروط المطلوبة، اللي هي نورمال ما تخول لها باش تكون من 5 خيول المشاركة في بطولة العالم. احنا كل عامين نشارك وتشارك تونس في بطولة العالم في الفروسية القدرة والتحمل. شاركوا في بطولة العالم، أثناء إن شاء الله باش يشاركوا في هولندا في شهر سبتمبر، يهزوا كل عام 5 زوايل. بنتي كانت بري سيليكسيوني، اللي سنة إيزيتي معناتها بري سيليكسيوني 8 زوايل، باش يختاروا منهم 5، ما ينجموا يهزوا كان 5، اللي احنا قبلنا بيه ونعرفوه. هذه الجامعة تختار 5 هكا ولا؟ الجامعه هي اللي تختار، وفما شروط على اساس شنو بيها. هذا سؤال هي على اساس شنو؟ على اساس شنو قالوا لنا من اول مره بالفيتاس لازم تكون 1 2 3 4 5. بنتي جات الرابعه، عملت فيتاس 17.62 كيلومتر في الساعة، اللي هي الكورسه الاخرانيه باش تكون بري سيليكسيوني، تجري في كورسه 120 كيلومتر. بعد باش تنجموا تفهموها شويه، هي كومبيتيشن يعملوا لزويل والكافاليه يعملوا 120 كيلومتر، وفما انفيتاس معناتها طلبوا منا ما بين 14 و18، احنا أي. عملنا 17 62. اي مهم تفهمنا، خاطر ما عندناش برشا تقاليد تاع فروسيه، ما عندناش برشا فكره على كيف تصير الامور. اي تدخل بالنسبه للفارس يعمل 20 كيلومتر، وبعد 40، بعد 60، بعد 80، وهذوما في القوميه، وبعد يدخل من بعد 80 يدخل في الانترناسيونال اللي هي العالميه. فالفيلم معناتها باش تدخل باش تشارك في البطولات وفي هذا الكل. باهي وصلت، جات بنتي في 100 كيلومتر، جات الاولى، وبعديك عملت 300 كيلومتر، 120 كيلومتر عملت 3 مرات، مره جات فيهم الثالثه، مره جات فيهم الثانيه، مره جات فيهم الرابعه. كي هما تويكا طلبوا منا انها في تاس ما بين 14 و18، بنتي عملت 17.62، عملت 17.62، جات لكاتخيام. جيونا قالوا لنا نورمالمون اني تي بري، معناتها والحمد لله فرحانين بنتي بري سيليكسيوني. طلعوا بينا بطلعه قالوا لنا لا تويكا احنا باش نجيبوا فيتيرينير، اللي هو باش يجيبوا فيتيرينير من برا ويعدي على الزويل، واللي يكون الزيله معناتها الحصان خير من الاخر، باش يطلعش بيه حاجه ولا ما قلنا له، قالوا لنا لا فرصتكم راهي ماهيش مؤهله. بدلوا لي كريتير معناها. فوالا لي كريتير، ما عندناش لي كريتير دو سيليكسيون من الاول، ما عندك حتى شيء، عندك كلام برك، شفت ورقه ما تكتبهاش، ما توصلهاش، ما عندك حتى ورقه في يدك. ما فماش قوانين نتاع الجامعه في الموقع نتاع الجامعه ولا في الصفحه ولا في حاجه. هذوما بالنسبه للسيليكسيون، هذه الجامعه التونسيه، بالنسبه للفيلي تقول لك يا خويا هذه انتم لا سيليكسيون تعملوها باش تجيبوها لنا للبرا، انتم تعملوها سيليكسيون، سي فو سي فوتر افير، معناها انت باش تختار الزويل وانت باش تختار لي كافالي. باهي دونك في الحكايه هذوما هم باش يتفاهموا. جابوا لكم فيتيرينير. جابوا لنا الفيتيرينير، عاد على الفيتيرينير، وسي تافيغي اللي احنا متاكدين ومتيقنين اللي فرصتنا باش تكون في المرتبه الرابعه. نجيو للتقرير الطبي، يقول لنا ما عندك حتى تقرير طبي، يقول لك لا ماهيش سيليكسيوني، بعثوا لنا ورقه ميل قالوا لنا راهم 5 زوايد سماوهم لنا 1 2 3 4 5، جي فرصتي ما نلقاهاش، نلقاها في الاحتياط.
علاش شنو السبب؟ احنا متاكدين فوالا قلنا له باه صحي تاني بديك سالته سؤال هذا قلت له يا خويا اعطيني انت الكونتروندو نتاع البيتيرينير جيبه لنا من برا سوا ديزون باش تكون امور كل شفافيه ومصداقيه وديما يحكيوا على المصداقيه والشفافيه فهمت وقالوا لنا تنعملوا بعد الاجتماع مع البيتيرينير هذايا ليترونجي يعمل اجتماع مع البيتيرينير تريتون تاعكم ويفسر لكم شكون الحصان شنو اللي بيه وشنو اللي عنده باش الناس الكل تخرج فرحانه والناس الكل تخرج مقتنعه. هذا كل ما صار منه حتى شيء. قلت لهم به اعطيني انت على اي اساس انت خرجت الفرصه هذيا وبنتي انا من الاول طلبت على كونتر اكسبيرتيز راه للزويل الكل. نشد كل شفافيه قال لك لا ما يساعدناش ما نعملوهاش. قلت لهم به اعطيوني الكونتر اوندو نتاع فرسي انا عطيني شنو سبب اللي هانتي وخرجتوها من سيليكسيون. قالت بعثوا لي ورقه اللي هي نابورت كي اني نقولها ونعاودها معناتها ورقه ما فيها حتى طابع ما فيها حتى معناتها فنوم من الجامعه نتاع فروسيه. شنو فيها؟ فيها الفرسه اللي نيرفوز صيحه سافا با يا اخي هذوما دي كريتير دو سيليكسيون سامحني يعني جايبين انتم الفيتيرينير فاهم هو خدمته ودي هو ماهيش فيزيت دشار هي فيزيت نتاع سيليكسيون للشامبيونات دي موند معناها فما حاجات اللي حاسيلو وبالرغم هذا قلنا ميساج اما اعطيني انت وثيقه ورقه مجهوله المصدر بغير ما شيء بربي انت تقبلها فما واحد يعطيك انت حتى كي تمشي تعمل غاديو عند الطبيب يعطيك الكاشي نتاعو الا ما فيها ورقه ما فيها حتى معنى ما فيها حتى قيمه حتى الكونتروندو يعني كيما نقولوا احنا انت باش تعمل تحليل ما يقول لك كونتروندو في الاخر يقول لك ما نعرفش انا شنو اللي عندك شنو ما عندكش انا باش كونتروندو معناها ورقه اللي نيرفوز والراديو شنو اللي عطاه انا مش نقراها الراديو خويا كيما انت تعطيني الكونتروندو ونحبه بالكاشي نحبها بالكاشي واعطيني باهي حاجه اخرى اعطيني انت ترتيب الخيول شنو شكون الاول والثاني والثالث انت تقول لي ماهيش سيليكسيونير وكهوا حكيت هو الكلام يجي طلبتهم عملت مطالب طلبت الجامعه ما تعرف ما يجاوبوكش ما يجاوبوك الجمله فما تراخي منهم ما يجاوبوكش على حتى مراسله لا يقولوا لك علاش لا كيفاش معناتها انت يلزمك معناتها تقبل به السيليكسيون هذيا و بوان باغ فهمت وقتاش بطولة العالم هي؟ في سبتمبر في الشهر الجاي ان شاء الله واضح هذا هو مدام لا مازال الحديث برشا اخويا والله يجي نقول لك احنا بالنسبه لنا احنا بالنسبه لكل مراسله يرسلوا لها بالنسبه للجامعه الفروسيه ترسلنا تقول لك ما فماش احنا نأطروا في الشباب احنا نعلموا فيهم يحبوا بلادهم نحبوا معناتها الصغار نعلموا في سي ان سبور نوبل الفروسيه نعلموا فيهم يحبوا الحصان يحبوا السبور انيما نلقاو انه ما يرعنا كاين اللي في الاخر مره تهمش الشباب رغم يهمشوا في صغيراتنا يكرهوهم في السبور في اقل حاجه يحبوها يكرهوهم فيها بربي على شنو تستنى فيهم هالصغيرات هذوما انت كي تقصيهم وتحبطهم وتدمر لهم احلامهم وين باش نوصلوا بيهم زعما؟ وين باش نوصلوا بالشباب هذيا؟ اي سيدي يقولوا احنا بنتي ماهي سيليكسيوني، عندي انت يتخرج صغير بالغيغلو دولار، يا خويا قلت انت حطيتها في الاحتياط ينشرتها هنا في لونترينمون ولا لا؟ عندي بروجرام باش نخدم به، عندي الزوايل وبالنسبه لل مدام تحسها مستهدفه ولا شنو بالضبط؟ اي علاش؟ اي حسيت شفت اي علاش؟ هم شو نقول لك علاش؟ انا من الاول مرتي بنتي كانت بري سيليكسيوني وبعد تنحات من السيليكسيون على خاطر شي عندهم زويل يحبوا يهزوهم اي علاش علاش للبيوع باش يبيعوا زويل يهزوهم لبرا باش يربحوا ويبيعوهم انا فرستي غلطة بنتي وغلطي انا اللي ما قلتش فرستي اللي هي للبيع الناس تمشي تفلطر في الزويل ماهيش تهز في الصغيرات باش يهزوا وهذا معمول به معناها البيوع واحد مش ثم سمسره وحيده معمول به لا هذا الكل لا ماهوش معمول به احنا نهزوا وليداتنا ونهزوا زويلنا باش اثنين يشاركوا لنا في ال 120 عام اللي بعده طموحاتنا اكبر باش اللي بعده يشاركوا في ال 160 معناها المشكله مش كل البيوع معناها يحبوا يهزوا الخيول اللي باش يبيعوهم هكا لا خاطر شيء احسن ما حصلنا اللي هما ماهمش اب معناها
ما همش أبد مهم حتى باش يمشيوا. عطيني أنا يا أخويا الشفافية. قلت شفافية أنا نطلب ونقولها ونعاودها، نحب الشفافية. عطيني أنا عمل لي كونتر اكسبيرتيز يا أخويا، أنا نجيب عنا تبارك الله، أنت تجيب في فيتيرينير من برا باش يعمل سيليكسيون عندنا تبارك الله، راهو ما نحكي لكش اش عندنا فيتيرينير، راهو لهنا اللي 3 ايطوال ما شاء الله يجيو يهزوا فيهم من برا. وانا نجيب من برا باش نجيب واحد انا من ليه انا سيليكسيونور هو اللي حاسب بي على خاطر شي لو ديكتور تكنيك سي لوي كي فلا سيليكسيون سي هو بيدو ديكتور تكنيك سيليكسيونور و انترينور. ربي كيفاش تجي منو هذايا اون سول بيرسون تعمل في هذايا الكل، حتى راي وحتى راي ما يقبلوه. انت سلمت وقلت تحب الدوسي نتاعك، اي مالا بنتك مقصيه. نزيدك حاجه اخرى اخويا، اسماء اكسيبسيونيلمون لوكينيزاتور مسنتين كل عام يهزوا 5 زوايل، ممنوع باش تهز اكثر. اسماء قالوا لهم جيبوا لنا 7 مثالش وخمسه باش يعبطوا زوز في الاحتياط نهزوهم. وقول لك حاجه، بعثوا لهم ورقه فيها 6 زوايل وبنتي نحاوها خاطرها السابعه فرنسا، اي خطرها السابعه فيه مثال تحطها انت عليه تحرم فيها، ما باش تحطها في الاليست انت في الافري بالك شي مشكل بيجي مشكل فلوس ما عرفش. لا 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 مثالش انت حطها لي وما تهزهاش، انت ما تحرمهاش ما حتى في حتى حتى باش تشجعها قول لها افضل لي انا راني متعرف بيك والحمد لله وصفا وبنتي انت والحصان هيك تبارك الله عليه وكل شيء يشجعها، وبعد ما تهزهاش. نعرفوا اللي البيجي نتاع تورس ما تنجم تسكن خمسه، اما ماهيش طريقه مش طريقة، راهو إقصاء بطريقة عنيفة برشا، راهو ما فما حتى اعتبار وما فما حتى روح المسؤولية وما فما حتى كما نقولوا احنا تعطي قيمة للجمعية اللي تشارك فيها الطفلة، لا للطفلة لا للجمعية لا للحصان اللي هيش البكمة، أعطيها حقها أعطيها حقها الفرصة وقول علاش وريهولي وريهولي الكاشي جيب لي دب جيب لي الورقة كيش أنا نطلب وانتي تطرخ عليا ما يجاوبونيش جملة واحدة. راهو يربحوا في الوقت يربحوا في الوقت باش الحصان اللي حشتهم به اللي هو ماهوش قد يحبوا يهزوه بدي. ما حاولتش تكلم رئيس الجامعه بالتليفون ما طلبتوش؟ كلمت وكلمني وقال لي مادام انت مش حابه تقتنع. قلت له به اقنعني، قال لي انت مادام مش حابه تقتنع اللي فرصتك فما شكون خير منها. قلت له لا انت ما اقنعتنيش، اعطيني انت اعمل بينا، ما قلت باش تعمل بينا اجتماع واقنعني ما يسالش انا هذا اش طالبه. انا حاجتي بالكونت روندو، كونت روندو نتاع الفيتيرينير نحبوا بالكاشي، نحب امور رسميه. قالك ليه تاخذوا؟ اسمعني انا طالبه من السلطات توا كما نجموا نقولوا لا وزاره الشباب ولا وزاره الرياضه، يا خويا انا طالبه من الرئاسه توا مو باش ينفصلنا يا خويا حل الدوسيات، رانا تعبنا وصغيراتنا مشات معناتها سيبت الفروسيه راهي باش تهمشت، مشات على روحها مشات على روحها راهي بالطريقه هذيا راهو حتى حد ما ينجم يواصل. تقعد وتخدموا باربع من الناس يا اخي، والبقيه شنو اللي نعملوا فيهم الشباب هذيا؟ اللي هذا يقول لي يا مدام راني انا زدها راهو عملوا لي هكا وانا عملوا لها تيوينكم تيوينكم، مساكن يتكلموا حتى حد ما يجاوبهم. عليه الى متى باش تقعدوا خايفين؟ الى متى الى متى الشيء هذا وين ماشيين بيه؟ وين ماشيين بيه؟ رانا تعبنا رانا فدينا رانا روحنا طالعه راهي صغار رانا نصفوا على الزوين ما نصفوا غير كو باش نطلعوا هكا الشباب هيكوما اللي بالله العظيم كيش كيش تراهم راكبين على الخيول وما شاء الله عليهم، انت تحبطهم بالطريقه هذه عليه عليه عليه؟ يعني وين ماشيين بيها الهم هذا الكل وين ماشيين بيه؟ يعني احنا قلنا ستوب يزيونا رانا فدينا طالبه بالحق بو دو بون معناها للتوب ما عادش فينا، طالبه من الرئاسه باش تتلفت لنا، رانا جمعيه فروسيه رانا خطصنا وريوسنا ما حبش تطلع. يعطيك الصحه، شكرا لك مدام يسرى ستار والدة الفارسه منتهى شكرنا على تدخلك معنا، وصلت صوتك اكيد الكلام كما قلت من الاول على ذمتك انت تتحمل مسؤوليته انت واي حد يحب يتدخل من الجامعه التونسيه للفروسيه يطلب حق رد واللي يوضح شنو هي حقيقه الاشكال مرحبا به في كل وقت. فاير بلاي من الاثنين للجمعه من مطلفه حتى الخمسه تقريبا يوميا. هكا نوصلوا لنهايه الحصه نتاعنا اليوم، شكرا على باشا في الاخراج تقوى مديوني في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات اسلام المتبع.